عن وجع الدماغ ده شوية واكلمكم عن أسطورة من أساطير هدي ده الفارق. أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، أسطورة من أساطير النادي الأهلي، كابتن صالح سليم الله يرحمه. ذكرى مولده النهاردة أو ذكرى ميلاده النهاردة. كابتن صالح سليم من هي دي الناس اللي أنا بتكلم، هي دي الأساطير اللي أنا بتكلم عنها، الأساطير اللي هي مهما تقع أو مهما تتحط في مواقف صعبة بتفضل أساطير، مش الأساطير الكاذبة. كابتن حسن شحاتة أسطورة في نادي الزمالك، لكن النهاردة كابتن صالح سليم أسطورة من أساطير النادي الأهلي، وهيظل دائما مخلد في ذكرى كل جمهور النادي، في قلوب كل جمهور النادي الأهلي. عارفين ليه حضراتكم؟ بأقواله وبأفعاله. كان الدنيا كلها بتطلع تتكلم وتقول كذا وكذا وكذا، وكان هو صامد وواقف، واللي بيقوله بيعمله، وبيرسي مبادئ سليمة وصحيحة لكل الإدارات اللي بعده، اللي اتعلمها هو من اللي قبله. هي دي الأساطير اللي بجد، هي دي الأساطير اللي احنا دايما بنحطها في قلوبنا. فالله يرحمه كان مثال وقدوة كبيرة جدا جدا لكل الإدارات في مصر. الكل لما بتقول إدارة بتقول الكابتن صالح سليم، أهلوية أو غيرهم بيقولوا كده. فالله يرحمه كان واحد من أساطيرنا سواء في مصر أو في النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن الراحل الأسطورة العظيمة كابتن صالح سليم. وزي ما قلت لحضراتكم فقرتي الأولى هتكون مع واحد تعب كتير.